يستحب في أيام العشر التهليل والتكبير والتحميد كما جاء في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فيشرع للإنسان أن يذكر الله عز وجل وأن يكبره بالتكبير الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويجهر بذلك في سوقه وفي طريقه وفي بيته ما استطاع ذلك. الله أكبر، الله أكبر.